الخير، معاك كوتش منار من ورلد جيم جراي سكوير. النهارده هنشتغل تمارين بالبار. هشتغل 4 تمارين. اول تمرين عندي هو الشولدر بريس. امسك البار هنا، خلي ايدي كده وابدا اطلع لحد ما اوصل لفوق وانزل تاني بالراحه جدا عشان كتفي ما يتعبنيش. دي اول تمرينه معايا. تاني تمرينه معايا هي تمرينه للظهر اسمها بنت اوفر رو. ممكن اشتغلها وانا ايدي عامله كده او ممكن ايدي تبقى ريفرس. هنشتغل الريفرس النهارده. هخلي جسمي موازي للارض وابدا اسحب على بطني من المنظر ده. تالت تمرينه معايا وهي تمرينه الديد ليفت. دي بتشتغل على اللور باك وبتشتغل على الهامسترنج. هخلي رجلي بالمنظر ده وابدا انزل والبار على رجلي واطلع تاني. اخر تمرينه معانا وهي تمرينه البايسبس كير. همسك البار بالمنظر ده واثبت كوعي جنبي وابدا اطلع 90 درجه وانزل براحه. اوكي كده يبقى احنا خدنا تمرين فول بودي بالبار. كنت معاكم كوتش منار من ورلد جيم جراي سكوير في برنامج يوم سعيد.